السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. قبل اي حاجة احب اشكركم على تعليقاتكم الجميلة ودعواتكم ليا اللي دايما بتحفزني ان انا احاول اقدم محتوى افضل واحاول احل لكم كل مشاكلكم باذن الله في صيانة الاجهزة. النهاردة معانا فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك، والفيديو بتاع النهاردة ناس كتير جدا طلبته مني، وفي مشاكل بتواجهها ناس كتير في الغسالات سواء الاوتوماتيك او الفوق اوتوماتيك. الاثنين فيهم مشكلة متكررة دايما مع ناس كتير، اللي هي مشكلة صمام المية. سواء الغسالة ما بتدخلش مية او الغسالة وانت طفيها بتلاقي مية جوه الغسالة وما تعرفش المية دي جات لك منين. ففي فيديو النهاردة باذن الله هقول لك ازاي تختبر صمام المية وايه المشاكل اللي بيأديها صمام المية وازاي تحل المشكلة بنفسك في فيديو النهاردة باذن الله. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وما تبخلش علينا بدوسة اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفاد. يلا بينا عشان ما نطولش في فيديو النهاردة، نشوف ازاي الطريقة العملي وازاي نحل المشكلة وايه هي مشاكل صمام المية. خلونا اول حاجة نعرف ايه وظيفة صمام المية في الغسالة عشان نعرف ايه المشاكل بتاعته بعد كده، وهنعرف ازاي نحلها وازاي نختبره في فيديو النهاردة زي ما قلنا باذن الله. فاول حاجة ده مكان صمام دخول المية. طبعا هنفك الوش بتاع الغسالة دلوقتي وهنشوفه. دي غسالة اوتوماتيك. الغسالة الاوتوماتيك بيكون فيها صمام او بيكون فيها اتنين، واحد للسخن واحد للسائع، مش هتفرق. هقولك ازاي تجرب الصمام سواء سخن او ساقع، هو نفس الخطوات ونفس كل حاجة. حتى الغسالات الفوق اوتوماتيك برضو بيكون فيها الصمام بتاع دخول المية، ووظيفته في الغسالة الاوتوماتيك او اللي فوق اوتوماتيك هو نفس الوظيفة. وظيفته ان هو بيدخل المية. ادي المحبس بتاع الغسالة اللي هو حنفية المية بتاعت الغسالة. زي ما انتوا شايفين وعارفين كلكوا ان الحنفية بيكون راكب عليها الخرطوم بتاع الغسالة، والخرطوم بيكون واصل على الصمام. الصمام ده بقى اللي بيتحكم في دخول المية امتى وامتى ما يدخلش مية للغسالة. فطبعا لو الصمام ده عندك بايظ ممكن ما يدخلكش مية في الغسالة، وممكن كمان يدخلك مية والغسالة ما تكونش محتاجة مية. يعني مثلا ممكن تيجي تفتح باب الغسالة عندك كده والغسالة مطفية، تلاقي في مية جوه الحلة بتاعت الغسالة وانت ما تبقاش عارف طبعا المية دي جت منين، وكل ما ده المية بتزيد وممكن كمان تخرج بره الغسالة خالص. فالمشكلة دي بتكون بسبب صمام دخول المية. صمام دخول المية ما بيكونش قافل او محكم، بيخلي المية تخش على الغسالة، وبالطريقة دي عشان تقدر تتحكم اما الغسالة ما تخش لهاش مية بتضطر تقفل المحبس او الحنفية بتاعت الغسالة مؤقتا ومعبال بتغير صمام دخول المية. وده في الاغلب بيكون بسبب رواسب جوه الصمام دخلت من الفلتر بتاع الصمام ودخلت جوه الصمام وبوظت الصمام، وبالتالي ما بقاش يقفل كويس، وساعتها بتغير الصمام. وما بفضلش ان انت تصلح الصمام عشان بعد فترة بسيطة بيبتدي يبوظ تاني وبيعمل لك نفس المشكلة. فمن الافضل لو الصمام عندك بايظ تغييره افضل، وهو ما بيكونش سعره غالي وبيكون سعره بسيط. المشكلة التانية اللي معانا انها تيجي تشغل الغسالة وهتحط فيها الهدوم، وبعد كده هتلاحظ ان الغسالة بتديك ايرور على الشاشة بتاعت الغسالة. سواء اي نوع غسالة، مش شرط نوع غسالة معين، كل الغسالات هتحصل فيها نفس المشكلة ان الغسالة مش هيخش لها مية. ده برضو عيب او مشكلة من مشاكل صمام دخول المية، ان الصمام يكون قفل وما بيفتحش وما بيدخلش مية داخل الغسالة. وطبعا مش الصمام لوحده هو اللي بيبقى فيه المشكلة. يعني لو عندك مشكلة الغسالة ما بيخش لهاش مية، ده كده مش بسبب الصمام بس. زي ما قلنا قبل كده الصمام حاجة، والحنفية ممكن يكون فيها مشكلة اما المحبس بتاع الغسالة ما فيش مية اصلا داخلاله والمحبس بايظ، دي حاجة تانية. ممكن يكون الخرطوم بتاع الغسالة متني، دي تالت حاجة. ممكن كمان الفلتر بتاع الصمام يكون مسدود والصمام يكون شغال بس الفلتر مسدود وما بيعديش المية، دي رابع حاجة. طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده او كل المشاكل اللي انا قلتها دي في فيديوهات ليها على القناة.
ازاي تفك الصمام وازاي تنظفه وازاي تتأكد من الحنفية، كل الكلام ده ليه فيديوهات على القناة، فانت لازم تخش على القناة وتشوف الفيديوهات دي قبل ما تغير الصمام. ففيديو النهاردة بقى تعالوا نشوف التجربة كده اللي هنجرب بيها الصمام ازاي عشان ما نطولش في الفيديو. كده انتوا عرفتوا المشكلتين، لاما المية بتخش لك زيادة والغسالة مطفية، يبقى كده ده عيب صمام على طول، مفيش مشكلة في فلتر ولا في مشكلة في خرطوم ولا اي حاجة، ده كده مشكلة عندك الصمام وهتبتدي تغيره. لكن لو المية عندك ما بتخشش في الغسالة بقى، تعال نشوف هنجربه ازاي. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده جينا عند ظهر الغسالة، وادي الكفر بتاعها اللي هو الوش. بتيجي هنا تحت بتلاقي مسمارين، تمام، بنفك في البداية المسمارين دول عشان نفك الوش اللي فوق. زي ما انتوا شايفين كده انا فكيت المسمارين، ما فكيتش اي حاجة، الخرطوم واصل في الصمام كل حاجة، حتى خرطوم الصرف ما شلتوش. الحاجة الوحيدة اللي انا شلتها الكهرباء بتاعة الغسالة، ما فيش اكتر من كده. بعد كده هبتدي اشد الجزء ده عليا اهو، زي ما انتوا شايفين كده اتشال معايا. هنيجي نشوف كده مكان الصمام معانا اهو، ادي الصمام وبيكون فيه اربع اطراف اهم، كل طرف بيكون راكب على صمام، دول اتنين اهم صمامين فوق بعض. في غسالات بيكون فيها صمام واحد، وفي غسالات بيكون فيها اربعة، وفي غسالات بيكون فيها اتنين. مش هتفرق، انت هتجرب كل واحد لوحده. هنجرب الصمام ازاي؟ هنجربه بطريقة سهلة جدا. هنجيب سلك عادي كده، ادي سلك، تمام، وببجي عند الطرفين بركب كليبسين وبلف عليهم شكرتون كعازل اهي، فيش عادية جدا، تمام، دي اللي هنجرب بيها. وهتيجي هنا عند الصمام اهو، هتلاقي هتشيل اول طرفين اهو، شلنا طرف والطرف التاني كده، شلنا الطرفين اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هنيجي هنا بقى على السلك اللي احنا كان معانا اللي احنا عملناه، الطرفين بتوعه هنركب طرف في طرف هنا في الصمام والطرف التاني هنا كده. احنا وصلنا الفيشة اللي معانا، الفيشة اللي كانت معانا ايه، وصلنا الطرفين بتوعهم مكان الطرفين بتوع الغسالة، وصلات الغسالة. هتيجي عند الكهرباء اهو، وهتوصل كهرباء زي ما انتوا سامعين كده وشايفين. هنبص هنا في الدرج، بص كده المية اهو، في مية ايه دخلت في الغسالة، والغسالة مطفية، الغسالة مش شغالة ايه، تمام، وفي مية، يبقى كده الصمام ده شغال. هفصل الكهرباء، طبعا الصمام وقف وما بقاش في مية، كده معناه الصمام ده شغال، الصمام ده شغال وما فيهوش اي مشكلة. هنفصل كده السلكين بتوعه اهو، وهنركب الاطراف بتاعته تمام تاني كده. احنا اختبرنا الصمام ونفس الطريقة الصمام اللي تحت، برضه هتشيل السلكين بتوعه وهتركب السلكين التانيين وهتجرب. لو الصمام نزل مية زي ما انتوا شفتوا كده، يبقى كده الصمام ده شغال ومفيش فيه اي مشكلة. لو الصمام ما نزلش معاك مية، يبقى كده الصمام ده فيه مشكلة وعاوز يتغير. وبكده يكون جربت اسهل طريقة للصمام عملي، وشفت الصمام بيجيب مية معاك ولا لا. ياريت لو في عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناة، هتلاقي فيديوهات كتير زي ما انتوا شايفين لحل مشاكل جميع الاجهزه الكهربائيه والاجهزه المنزليه. ولو في عندك مشكله ومش لاقي لها فيديو على القناه اكتب لي في اي كومنت، وباذن الله هحاول اتواصل معاك احل لك مشكلتك او انزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناه. كده يكون انتهى فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد في قناه تعمل بنفسك. سلام.